نتوقف هنا لكي يركب الأطفال. كم عدد الأطفال الذين سيركبون؟ 1 2. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأطفال، سوف نلعب الآن لعبة الحافلة، وفي الليفل الثاني سوف نلعب المرحلة الأولى من لعبة نقل الأطفال بالحافلة إلى المدرسة. إذن أين سوف نذهب؟ مسار مغاير، نحن الآن في المدينة، كنا في القرية في الحلقة السابقة. نتوقف هنا لكي يركب الأطفال. كم عدد الأطفال الذين سيركبون؟ 1 2. إذن ننطلق. هل هذه هي الطريق؟ هل يجب أن نذهب من هنا؟ هكذا، ثم سوف نذهب على اليمين. كدنا نصطدم. أخطأنا المسار، المسار غير واضح. المسار ليس واضح، يجب أن نلف من هنا. نذهب مباشرة هكذا. أين هو الطريق؟ من هنا أعتقد هذا هو المسار، يعني شاهد الحافلة. هذه هي الحافلة. نتوقف هنا، نذهب على اليمين مباشرة. أين هم الأطفال؟ هذه هي المدرسة، وصلنا المدرسة. شكرا لكم على متابعة الحلقة، لا تنسوا مشاهدة الحلقات المقبلة، إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been.